اهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الحواريه واللي بتحمل اكتر من عنوان كلها تحت بند انجازات. هنتكلم عن انجازات هذه الدوله العريقه منذ 9 سنوات وحتى الان، اهم المشروعات اللي اتحققت على ارض الوطن. هنتكلم ايضا عن انجازات تحققت منذ 50 عاما، يمكن رحله التنميه اللي بدات منذ ذلك الوقت وانطلقت ووصلت الى ما وصلنا اليه الان، هي دي حكايه هذا الوطن اللي هنحاول نلخصها مع ضيفنا الكريم النهارده في حلقه اليوم، الاستاذ الدكتور عادل محمد الصادق، استاذ ورئيس قسم الصحه النفسيه بكليه التربيه جامعه اسوان. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور، يمكن من ايام قلائل كنا سمعنا مع بعض كلنا حكايه هذا الوطن بين الرؤيه والانجاز، والحقيقة أنه كان في تتويج أيضا جديد، يعني هو مش جديد علينا لكن كان في حاجة لسه طازة يعني زي ما بنقول، وهي تتويج مصر بالأمس كأول بلد بيبلغ المستوى الذهبي في مسار مكافحة فيروس سي. مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم جه بنفسه قبل السيد الرئيس، والحقيقة كانت السعادة غامرة يعني للجميع. أنا شايفة أن دي كانت يعني تتويج لكل الإنجازات اللي تحققت في الفترة الماضية، واللي عايزة حضرتك تلقي لي نظر عليها في خلال 9 سنوات، ونبتدي لو سمحت لي بهذا الإنجاز الأخير. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا التتويج الأخير ده بحصول مصر على الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية ينوم على أن في جهد تم بشكل مكثف لم يسبق له مثيل على مستوى العالم، خاصة في مسألة من أصعب المسائل في مكافحتها وفي علاجها اللي هو فيروس سي. لأن فيروس سي كانت تعد مصر من الدول الأوائل على العالم في هذا المرض. ولو قلت لحضرتك كان عدد تقريبا في البدايات لما بدأ الموضوع ده أو بدأنا إحنا نتكلم عليه كان حوالي 11 مليون إنسان بيعانوا من التهاب الكبد الوبائي فيروس سي. علاجه ما كانش من السهولة بمكان ان احنا نقدر نعمل المسألة دي بهذا الشكل ويتم الانجاز في الوقت القياسي ده، وإلا ما كناش حصلنا على الشهادة الذهبية. لأن المرض ده من الأمراض اللي هي شبيهة بالأمراض المتوطنة زي مشكلة البلهارسيا اللي قعدت يعني مئات السنين يمكن عندنا احنا في مصر هنا، بس فيروس سي كان أصعب لأنه هو كان ملوش علاج غير نوع معين من المواد الفعالة، والنوع المعين ده الإنجاز الحقيقي كان في أنه هو بيتم شراؤه من شركات عالمية بأسعار ضخمة جدا، يعني كان ممكن تتكلف في وقتها جدا يعني تتكلف حوالي 9 مليار دولار. لو احنا شفنا أسعار الدولار دلوقتي كان هتبقى ايه، قصة أرقام فلكية جدا جدا يعني. فبشكل من الأشكال احنا قدرنا نتحصل على الباكيج بتاع العلاج ده، والأهم من كده أن تم عمل قواعد البيانات وتسجيل المرضى اللي هم موجودين على الموقع الخاص به، وكان تم المتابعة والربط بشكل فعال جدا بين القواعد البيانات دي وبين الأشخاص بالفعل في الأماكن اللي هتلقوا فيها نوع العلاج ده. ولو نفكر الناس اللي هم مشاهديننا يعني أن كان في كارت بيتعمل ما كانش عشان فيروس سي بس، ده كان بيتعمل فيه الوزن والطول والحالة العامة من ناحية الضغط، إذا كان في مثلا مرض من الأمراض المستديمة زي السكر، أمراض القلب والشرايين والحاجات زي كده بشكل كامل، وده جزء من موضوع التأمين الصحي الشامل اللي هو كان بيتعمل برضو تسجيل في قواعد البيانات. فطبعا كان نجاح باهر على مستوى الربط بين البيان والتسجيل والعلاج وتلقي العلاج والمكان اللي هتلقى فيه العلاج ومدى توفر العلاج، لان التعاطي مع الموضوع من البدايه كان تعاطي سليم. من البدايه كان تعاطي سليم 100%. فطبعا الاراده نفسها ان طالما احنا عايزين نعمل بنقدر نعمل، ده قلنا الكلام قبل كده كتير في مجالات مش بس في الصحه. فتم بالفعل ده، والاهم من كده ان احنا قدرنا نحصل على المواد الفعاله المطلوبه لعلاج هذا الفيروس. مش عايز اذكر يعني اسم الدواء التجاري، لكن احنا تحصلنا عليه تقريبا بالمجان، وده في حد ذاته يكفي كإنجاز. لكن الأهم من كده أن تمت المتابعة وتم العلاج بالفعل. متخيل أن يكون عندك أنت 11 مليون حالة لفيروس سي ميؤوس منها تماما، وما قالها الأطباء عارفين الحكاية دي لتليف وأورام ووفاة أكيدة ما فيش مجال للكلام ده يعني، إلى أنه هو يحصل تعافي كامل ل 11 مليون إنسان في مرض صار متوطن إذا جاز التعبير يعني من الناحية الطبية بهذا الشكل. فطبعا عشان برضو نبقى عارفين منظمة الصحة العالمية ما بتديش حد الشهادة دي يعني عشان نبقى احنا، إلا إذا كان فعلا إنجاز يستحق. وأنا رأيي كمان
ان هو تاخروا في ان هم يدولنا الشهاده دي على هذا الانجاز بشكل خاص. تمام. فده كان طبعا يعني ايه بالاضافه لل الحمل الزائد اللي تم في الفتره بتاعت كورونا على ايوه المستشفيات والوحدات الصيف، توقيت احنا كنا بنعمل فيه عمليه احلال وتجديد في كل المستشفيات والوحدات الصحيه، فكان طبعا ايه عبء يعني ايه الحقيقه الدوله وبين انجزت فيه. قوسين دولة بتمر بظروف خاصة جدا، يعني كمان هي مش عايشة في ظروف عادية حتى بغض النظر عن بظروف كورونا. عاديه، بصرف النظر عن المسار الصحي ده صحيح. تمام، لكن برضو احنا قدرنا ننجز فيه، فطبعا ده ما فيش شك يعني. طيب بما اننا بقى بنتكلم عن الانجاز، الانجاز في مجال التعليم العالي والمشروعات الكبرى اللي تمت في خلال 9 سنوات تقريبا، ايوه تقييم حضرتك ليها ايه؟ والله، هو مش بس التعليم العالي يعني، احنا لو بصينا على عدد الجامعات الخاصة المعتمدة اللي هي تم انشائها نلقاها كثيرة جدا في الصعيد عندنا هنا، وفي زمايل لينا كثير رؤساء جامعات في الاقصر وفي اسيوط وفي بني سويف وعلى مستوى الصعيد كله، اللي ما كانش فيه في وقت من الاوقات غير جامعة واحدة فقط اللي هي جامعة اسيوط اللي انشئت سنة 57. دلوقتي احنا عندنا بالاضافه للجامعات الخاصه دي عندنا دلوقتي استقلت جامعه اسوان، وعندنا جامعه جنوب الوادي وجامعه سوهاج وجامعه اسيوط وجامعه بني سويف، يعني كل محافظه تقريبا فيها بقى جامعه. فيها الجامعة بتاعتها. ودلوقتي حاليا يعني لما كنت انا في الغردقه خلال الاسبوع الماضي كنت قابلت مع نائب رئيس الجامعه لشؤون الفرع، وقال ان هو قريبا جدا هم انتهوا من انشاء الكليات، وحيكون في برضه ايه جامعه اخرى في البحر الاحمر تمام، وهيكون لها طابع خاص باعتبار المكان، يعني هيكون فيها خصوصية. خصوصية اللي هي معهد علوم البحار، هيبقى موازي لمعهد علوم البحار المعمول في جامعة فلوريدا بنفس المقررات والسيلبس والمحتوى وكده، وهيكون عالمي يعني، بالإضافة لحاجات خاصة بيهم طبعا عشان السياحة تمام، وفيها حاجات حديثة زي الحاسبات والمعلومات والحاجات اللي زي كده، فده موجود. في جامعات طبعا خاصة كبيرة يعني، بس مش عايز أذكر أسماء طبعا عشان ما تلقاش إعلانات، مثلا جامعة الجلالة على سبيل المثال يعني في مكان جديد بمشروعات جديدة ببنية تحتية جديدة، ما كان مشروع متكامل مش على الجامعة دي بس. لكن تأثير الجامعات في التعليم العالي احنا كلنا نعرفه في البلاد بتاعتنا، يعني أهالينا في البلاد عارفين كويس خالص إن جميع المحافظات اللي هي بدأت في إنشاء جامعات فيها المحافظات تطورت تطور كبير جدا على كافة المستويات، يعني سوهاج لم تكن سوهاج قبل إنشاء الجامعة كما هي الآن، ولا أسيوط كانت، يعني أسيوط في فترة من فترات أيام الملكية كانت منفى تمام، أسوان نفسها في كل الكتب يقول لك تم نفيه إلى أسوان صحيح. بعد ما اتعملت جامعة أسوان، طبعا في تغييرات كبيرة جدا على كافة المستويات. فما فيش شك إن موضوع التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص ليه دور كبير جدا 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 في التنمية، إن ما كانش ليه الدور الأساسي، لأن بيوت الخبرة نفسها اللي إحنا بنعتمد عليهم في عملية التنمية في جميع المجالات، الصناعي الزراعي السياحي حتى في المجال الاقتصادي بشكل عام، اللي هو مثلا حتى الشمول المالي اللي هو متولي، كل ده عايز خبراء من أساتذة الجامعات أصلا. ايوه فأنا لما باجي أسأل حد بسأل الخبير في المجال ده، الخبراء في المجال دول موجودين عندنا في مكانين اتنين في مصر، يا إما في المراكز القومية المتخصصة زي المركز القومي للبحوث زي أكاديمية البحث العلمي وغيرها ومركز البحوث الزراعية وغيره، يا إما في الجامعات المصرية بتاعتنا دي. وعشان أكد على هذا الأمر إن حتى الشخص الوحيد اللي حصل على جائزة نوبل في العلوم عندنا اللي هو أحمد زويل، ما هو خريج جامعة حكومية برضه. صحيح. بس في الوقت ده طبعا ما كانش عندنا غير 4 جامعات بس لو نفتكر، جامعة القاهرة واسكندرية اسكندرية، هو وعين خريج جامعة شمس. اسكندرية. وعين شمس وأسيوط. صحيح. تمام، فطبعا ما فيش شك إن التعليم والتعليم العالي كل الدول اللي هي حريصة على التقدم بتبقى عندها الإسهام في عملية التنمية في مجال التعليم بشكل عام هو بيبقى الإسهام الأساسي، لأن ما يمكنش بأي حال من الأحوال أنا أعمل تنمية من غيره لسببين. السبب الأولاني أن القاعدة الأساسية اللي أنا بعتمد عليها في عملية التنمية اللي هم الناس الشباب. السبب الثاني أن الثينك ثينكينج اللي هو بيوت الخبرة تمام بتعتمد على الأساتذة، فمن جميع النواحي، سواء أنت عايز استشاريين حتلقاهم في الجامعة ومراكز البحث العلمي، أو عايز تعمل بنية أساسية في الشباب برضه هتلقاها في الجامعة وفي مراكز البحث العلمي والمعاهد. طب وتنوع الجامعات نفسها دكتور، يعني احنا الاول كنا بس بنتكلم في جامعات حكومية، بعدها بمرحلة بقى في جامعات خاصة جنب الحكومية، دلوقتي بقى في مرحلة وسط بين الاثنين عملتها الدولة وهي الجامعات الأهلية، ده مش بدوره برضه بيخلق نوع من التنافسية بين الـ3 أنواع دول، وبالتالي احنا المستفيدين كدولة، احنا اللي بنستفيد من ايوه هذا طبعا، التنافس. ما هي الفكره، فكره ايه بقى، فكره الكاستمر اصلا في الفكر الاقتصادي الحديث حتى في التعليم، الكاستمر ده اللي هو العميل نفسه، العميل هو اللي بيقيم
وهو المستفيد، فهو اللي بيقدر يعمل عملية التنافسية، والتنافسية دي في اختلافات بتبقى في عملية في الناحية المادية في التمويل يعني، تمام. بيبقى في اختلاف بالنسبة للناس أولياء الأمور أو الطلبة في حتة الرسوم والتكاليف، تمام. بس برضو في النهاية هتلقى إن الشعب المصري بالذات فيه الميزة دي، حتى على مستوى طلاب الكي جي 1 والكي جي 2، حتة إن إحنا حريصين على إن أولادنا يتعلموا كويس. أيوه. ودي طبعا نقطة قوية إذا اتكلمنا احنا على القوة بمناسبة حرب أكتوبر، يعني في نعم. قوة خشنة لكن في قوة ناعمة، أكيد. فدي من القوة الناعمة اللي هي محدش ياخد باله منها، حرص الأم المصرية، تمام، وحرص الأسرة المصرية على تعليم أبنائهم، ده أكبر سلاح أنا بعتبره في عملية التنمية. أيوه. فطبعا الحاجات دي بتخدم على هذا الحرص، وبتخدم على هذا النوع من الإصرار على إن الولاد يتعلموا الولاد تعليم جيد. يتعلموا تعليم جيد، صحيح. والتنافسية بين الأنواع المختلفة من التعليم ده بتحقق هذا الغرض. حضرتك كنت بتكلمنا عن كمان معدلات بطالة ونسبها، وحصل فيها إيه يا ترى من سنوات وحتى الآن؟ لو ناخد فكرة من حضرتك، لأن والله هو أنا من طبعا المقاييس لازم احنا أكلمك. كلنا اتفرجنا على حكاية وطن، وكان حتى احنا في كتابين كانوا صدروا بالمناسبة دي، كان انا يعني ايه بعتهم لكذا مكان، تمام، وشيرتهم للزملاء في الكلية وللطلاب وكده، كانوا بيتكلموا على الانجازات، لاني رغم ان القنوات المصرية بتتكلم على الانجازات بشكل مستمر وتفصيلي ودائم، الا اني في حالة كده من تراخي، يعني مش تراخي، يعني زي ما اقول ايه، من كتر الانجازات مش عارفين يركزوا عليه ويسيبوا ايه يعني. مش عارفين يركزوا عليه ويسيبوه. بس حضرتك بما انك رجل اكاديمي فاكيد بتركز على حاجات معينه فطبعا لا انا ربما تكون بالنسبه لك هركز على اهم الحاجات يعني. الاساسيه، يعني جميع الدول في الناحيه في ناحيه التنميه يعني بيبقى تفكيرها تفكير اقتصادي بحت. اساسي يعني، وعندهم هم بيبقى التفكير في حته ان اي عمليه تنميه بتتم في كافه المجالات، سواء حتى في التعليم نفسه او مثلا في الجانب الزراعي على سبيل المثال الناس تعرفه كويس، او الجانب الصناعي او كذا او الاستثمار، تمام، بيبقى كله بهدف معين اللي هو نمو الناتج المحلي. انت واخد بقى حضرتك الجانب الاجتماعي اكتر. لا كله يعني كله، بس هو احنا بنقول ايه اللي بيصب في النهايه في صالح ايه، في صالح النمو الناتج المحلي نفسه. صحيح. لان العمليه بتبقى النمو الناتج المحلي ده بيخفض عندك الميزان التجاري اللي هو الفرق بين فاتوره الاستيراد والتصدير، تمام، وبينعكس بالايجاب على زي ما احنا شايفين كده في الرسمه دي، معدل النمو في الناتج المحلي زي ما احنا شايفين بدايه من سنه 2014، تمام، 2015 لغايه سنه 2023 24 اللي احنا فيها دي. طبعا في الفتره اللي هي فتره الثوره ما كانش فيه نمو خالص، كانت النسبه يمكن مش موجوده هنا بس كانت النسبه حوالي 1%، تمام، لكن بعد الثوره مباشره لما استقرت البلد امنيا وسياسيا معدل النمو كان في الوقت ده حوالي 4.4%. طبعا اقل معدل نمو احنا شايفينه في الرسم قدامنا حوالي 3.6، يعني قريب من 4%، ودي ليها اسباب. في كمان 3.3 او في 3.3، دي اقل حاجه، ودي ليها اسباب. لو نلاحظ ان الفتره دي اللي كان فيها وباء كورونا اجتاح العالم كله، وكان في مشاكل في العالم كله في نمو الدول بسبب تعطل سلاسل الامداد وبسبب المشكلات الاقتصاديه. لا وكمان السبب اخر ان احنا كان كل الشغل كان من البيت، كان كله اونلاين، فبالتالي يعني الامور ما فيهاش حركه يعني. ما فيش. لا فطبعا زي ما احنا شايفين المعدل من 4 وصل 5، وصل كان اقترب من 6، وجات كورونا في 2019 طبعا نزلت بالمعدل 3.6، استمرت كورونا معانا لغايه 21 بقي 3.3، لكن بمجرد انتهاء كورونا زي ما احنا ملاحظين كده هنلقى ان السنه اللي بعديها على طول المعدل وصل 6.6. احنا ما وصلناش للنسبه دي من فتره طويله جدا، يمكن من 2008 او قبل كده، تمام، اللي هي اعلى نسبه حصلنا عليها، يعني احنا اعلى نسبه في تاريخ مصر كله كانت في الستينات 8 وكسر، تمام، ما وصلناش للنسبه دي من فتره كبيره، من فتره كبيره خالص، يعني 6.6 دي نسبه في النمو تعتبر ممتازه، لكن انخفاض النمو 4.2 و4.1 في رايي انا هنا انخفاض راجع لان عمليه التقييم هنا كانت معموله بالدولار، وعمليه تعويم الجنيه كانت طبعا اثرت عملت فرق كبير اكيد، اثر الفرق ده اثر على نسب التقييم اللي احنا شايفينها، بس في الحقيقه مش هتلقي في اختلاف كبير حقيقي. يعني لو ما كانش في تعويم وقتها طبعا احنا مضطرين للتعويم، لو ما كانش في كانت لا هي هي اصل عمليه يعني. عمليه التقييم بتاثر في عمليه القياس، فانت أيوة. لو بصيتي على المعدل بتاع 22 و23 هتلقيه برضه 6.6 ويمكن اكتر، بس هي لما زي ما احنا شايفين في الرسم نزلت 4 وكسر،
دي راجعه لان عمليه التقييم كانت كان بتعتمد في على تراجع لقيمة الجنيه ساعتها بسبب تمام، تعميم الظروف دي الاقتصادية اللي هي الصعبة. فطبعا ما بتتحكمش بهذا الشكل. يعني نقدر نقول احنا النمو الناتج المحلي هنا ما يعتبرش الانخفاض ده ليه تأثير كبير في التقييم العام اللي هو بالنسبة الأربعة للوضع، وي ده اللي بعد الستة. بالنسبة للوضع الاقتصادي، لأن انت بتاع تقييمك في الائتمان ليه دور، وتقييمك في فاتورة الاستيراد والتصدير ليه دور برضه، طبعا ده مش موجود هنا. لا، تمام فدي تمام ليها معايير لوحدها. تمام ده بالنسبة لمعدل النمو. ناسب النمو. حضرتك كنت بتتكلمي على معدل البطالة برضه. هنا صحيح. بقى تبتدي تظهر ايه المؤشرات الحقيقية على ان في شيء بيتعمل ولا ما فيش. يعني احنا في مشاريع كتير، تمام، المشاريع الكتير دي دايما احنا بنتكلم انعكاسها على المواطن، مش كده؟ صح. اهم انعكاس للمشاريع دي على المواطن بيكون في ان في شغل ولا ما فيش شغل. يعني المشاريع دي شغلت ناس ولا ما شغلتش ناس، ده السؤال الحيوي، تمام. فطبعا زي ما احنا شايفين هنا في معدل البطالة، كانت البطالة وصلت لأعلى نسبة ليها حوالي 13، وزي ما احنا شايفين كده 13 و15 من 100 في 2013، دي كانت أعلى نسبة. وكنت أنا اتكلمت هنا في قناة طيبة على القصة دي، وقلت إن النسبة دي هتنزل توصل 7، الكلام ده من حوالي 3 سنين، تمام. فعلا هي 7 حاجة بسيطة يعني. وبالفعل زي ما أنا قلت، طبعا حساباتي أنا مش بتاع اقتصاد، بس يعني أو بفهم شوية في القصة دي، أنا عارف كنت متأكد إنها توصل للنسبة دي، تمام، لأسباب متعلقة بأن في عملية تنمية شاملة والمشاريع كان ليها دور كبير في التشغيل، ايوه طبعا. تمام. فطبعا النسبة عشان الناس برضو يبقوا فاهمين، أنا عشان أتحرك 1 من 100 في البطالة ده موضوع مش سهل. يعني لو افترضنا أن احنا عددنا 1 مليون، تمام، 100 مليون، ف1% معناها 1 مليون، واحد يعني مليون. فالكلام ده الفرق بين 13 و15 في 2013 والنسبة الحالية اللي هي 7.44 فرق كبير جدا. ده فرق حوالي كام؟ حوالي 6%. 6% دي معناها 6 مليون على طول. يبقى ده معناها ايه بقى؟ معناها ان انا في عندي 6 مليون دخلوا سوق العمل ما ولا كانوش يزال، ما كانوا عاطلين او ما فيش عمل ليهم وبقى بالظبط. في ليهم سوق عمل. وبعدين زي ما احنا شايفين في الرسم برضو، تواتر النزول في النسبة يدل على ان العمالة دي مش مؤقتة، تمام. في ثبات في حقيقي. ثبات، يعني ما هياش قفزة، تمام. وده ضروري ومهم لأسباب يمكن أول مرة أتكلم فيها هنا. إحنا يجب إن إحنا نستمر في المسألة دي بشكل متوسع جدا لأسباب متعلقة بالناتج القومي برضه، لأن إحنا بنعتمد في الموارد بتاعتنا بالنسبة للعملة الصعبة حوالي 30 مليار دولار بيجوا من العمالة اللي هي في دول الخليج في ايوه الغالب. ايوه فطبعا العمالة دي نقطة قوة بالنسبة لنا احنا، بنحس ان هي اكبر مورد للعملة الصعبة، لكن في نفس الوقت نقطة بتمثل خطورة. ليه؟ لان لان انت بتصدر العمالة اللي عندك للخارج. بالظبط، فانت قدامك حل من اتنين، يا يعني اما ان انت تعمل اعادة تأهيل ورفع المستوى العمالة ونوعيتها بحيث ان ما تكتفيش بدول الخليج بس، فيبقى انت في عندك انت اساتذة جامعة في اوروبا ومهندسين في كندا واطباء في الولايات المتحدة مثلا، يعني فدول هيرفعوا معاك الموارد بتاع بس العملة الوهمة الصعبة. دي موجودة يا دكتور. في سعي ان هي تتعمل كده. ليه انا بتكلم؟ لان الخطورة في ان ممكن يحصل اي ظرف سياسي زي الظروف اللي احنا بنمر بيها حاليا في فتبص الشرق تلاقي الناس دي الاوسط، كلها رجعت لك يعني. فتبص الناس رجعت لك، انت فقدت اهم مورد للعملة الصعبة، وهتزيد عندك نسبة البطالة اللي احنا ايه كنا بنتكلم بنتكلم عليها عنها هنا. دلوقتي. تمام. فده تمام. طبعا الامور مرتبطة ببعض. ده بالنسبة، وعلى كده يعني احنا لو شفنا الفترة بتاعت حرب اوكرانيا ما اثرتش على انخفاض معدل البطالة عندنا ولا حاجة، وده شيء كويس. لان احنا في ظروف الحرب المشروعات اللي عندنا ماشيه المشروعات لسه بنفس شغالة. معدلاتها. فطبعا التفكير اللي هو فيه يعني بعض، طبعا الآراء الاقتصادية مختلفة وفيها مدارس كتير، فكان في ناس رأيها ان احنا نوقف المشاريع نظرا للظروف الدولية والاقتصادية اللي احنا فيها. لو وقفنا المشاريع كان ممكن يحصل دروب في قصة ايه انخفاض، بالعكس ده كان هيبتدي ترتفع عندنا نسبة البطالة البطالة. كانت هتزيد. لكن هو احنا ممكن نوقف عملية استيراد اللوازم اللي هي بتكلفنا عملة بس، عشان قصة ايه الاستدانة والقروض ايوه. وقدرتنا على ان احنا يكون عندنا وانا اظن احتياطي. ان الدولة برضو متوجهة في الاتجاه ده يعني. طبعا اكيد، ما هو العمليه اصلي محسوبه يعني، فاحنا بس للاسف ان احنا معظم عمليه الاستيراد يعني العمله الصعبه بتاعتنا بتروح في حاجات اساسيه مش حاجات ممكن نقدر، مش رفاهيات مش يعني. رفاهيات يعني. يعني احنا كنا حتى اتكلمنا زمان قلنا انا مثلا بستورد مجات من بره، دي سلع استفزازيه يعني ما يصحش ان احنا.
لكن انا عشان استورد 10 مليون طن من القمح ده اساسي. ده طبعا ده استيراد الزيوت حياة اساسي. الناس يعني. اذا كان في مثلا ايه طريقه اقتصاديه معينه بالنسبه للفرق في السعر بين سكر القصب وسكر البنجر فانا بعمل دي برضو دي اساسي. او اذا كان في سلع اساسيه بس بصنع منها اغذيه او اغذيه بشكل او ادويه حتى ما ده حاجه اساسيه. تمام. فالشيء اللي انا اقدر استغنى عنه متاكد تماما ان الدوله مش هتستورد حاجه ملهاش لازمه. تمام. طبعا لما يجي احنا عندنا معدل النمو المحلي، وبالمناسبه في سنه من السنوات كان عندنا فائض في الناتج في الموازنه حوالي 137 مليار جنيه، وده كان اول مره يحصل في تاريخ مصر من ايام الستينات يعني. فطبعا ده دليل ان احنا كنا ماشيين صح، ده كان قبل كورونا مباشره. تمام. بعد كده ايه طبعا ازمه كورونا كان ما هياش سهله زي ما الناس متصوراها يعني، طبعًا مش طبعًا. بنحط شماعات، لكن هو ده الوضع في العالم لا كله. لا طبعا، هو الناس كلها الدنيا كلها كانت عندها نفس المشكله. ايوه، وحرب اوكرانيا برضو يعني العالم كله، حتى الاقتصادات في العالم كان عندها مشاكل. ايوه، واحنا دلوقتي شفنا في الاحداث الاخيره في اسرائيل هو ما حصلش حاجه، هم دخلوا خدوا شويه ناس ومش عارف ايه، وكان بومبة هنا وكان بومبة هناك وكلام فارغ، وبصينا لقينا العمله بتاعت اسرائيل نزلت أيوة. الربع. أيوة. طب هو ايه اللي اتغير في اقتصاد اسرائيل في الاستيراد والتصدير؟ مجرد ان هي هزه امنيه اذا جاز التعبير حصل عندنا في سيناء كديها مليون مره. تمام. لكن احنا ما تاثرناش بيها ولا حاجه. فبرضه الناس تبقى مطمئنه يعني، لان احنا عندنا الاقتصاد بتاعنا فريد من نوعه. ايوه، بس الانفراد وده بيخليه قادر على تحمل الصدمات يعني. تمام. ويمكن التجربه اللي فاتت اكدت ده يعني. ان احنا هو بس المخاوف بتبقى من حاجات معينه زي من نوعيه ايه يعني. احنا لو بصينا على معدل التضخم مثلا لو هو موجود عندنا بيبقى هو قلق المواطن اساسا بيبقى من قصه ارتفاع الاسعار. تمام. لكن برضو عايزين نعرف هل احنا فعلا ارتفاع الاسعار بالشكل اللي هي الناس متصوره، ولا ده يعتبر من الانجازات بتاعه السنين التسعه؟ عشان نبقى طبعا احنا شفنا دلوقتي ان معدل النمو المحلي كان مرتفع وماشي كويس، ومعدل البطاله بدا ينخفض. معدل التضخم زي ما احنا شايفين. تمام. الخطه نفسها كانت ماشيه في اتجاه انخفاض معدل التضخم بشكل كبير جدا. يمكن احنا كنا بنتكلم هنا في الفتره اللي اتكلمت فيها على البطاله كانت كبيرة جدا يعني، في قاربت النسبة اللي وصلت ليها في الثمانينات في فترة من الفترات يمكن مش موجودة هنا، في لكن في فترة 2011 و12 كانت وصلت حاجة و30-32%. أيوه. تمام. بداية من 2014-15 بقت 9.3 وده كويس. تمام. بعد كده بدأ الانخفاض في 2019-2018 تاني بعد ما كان وصل 21. تمام. وبرضه عشان الناس تبقى عارفه القصه مش قصه تعويم جنيه، لان احنا في 17 و18 كان عندنا فائض في الموازنه حوالي 137 مليار جنيه، ومع ذلك التضخم كان 21.6 راجع لاسباب ثانيه خالص. تمام. ورغم دخول كورونا في الفتره بتاعت 19 و20 و21 الا ان معدل التضخم ما كانتش عاليه. ده بالعكس، ده هي نزلت من 12. انا شايفاها في الخريطه اللي قدامنا، ده نزلت اقل معدل تضخم 4.4. فطبعا نزلت للنص تقريبا لغايه 2022. تمام. بعد كده ارتفاعها ل 19.6 يرجع لعوامل كثير، مش تعويم الجنيه فقط يعني، لكن في عوامل كثير جدا، عوامل فيها كثير، في جزء كبير منها احنا ما لناش علاقه بيه يعني، كتير جدا. لكن برضو عشان برضو نبقى فاهمين يعني، احنا ايه عاده برضو الناس عشان تبقى فاهمه، التضخم بيزيد بنسبه 70% لما يحصل تعويم للعمله المحليه بنسبه حوالي 30%. ده الاقتصاد بيقول كده. لكن احنا لو نلاحظ ان حتى لما ارتفع من 8.1 ل 19.6 ما ارتفعش بنسبه 70% التضخم ولا حاجه، رغم ان العمله تم تعويمها بنسبه 30%. ايوه، بس كانت نزلت اكتر من كده، لكن التضخم نفسه ما زادش بنفس النسبه اللي هي 70%. بالعكس، ده احنا جينا في 2023-2024 وصلنا ل 16%. وفي لقاء رئيس الوزراء الاخير كان هو قعد مع المسؤولين في الغرف التجاريه وبتوع الصناعه والمختصين، وكانوا بيناقشوا فكره ان احنا نحاول نخفض الاسعار كمان بحيث ان هي ترجع للنسبه اللي كانت عليها حوالي 8.3 في 2022. فهنخفض الاسعار
ده موجود في مجلس الوزراء حاليا بيتكلموا فيه بنسبة من حوالي 15 ل 25% في السلع الأساسية نعم اللي هي الزيت والرز والمكرونة والحاجات اللي زي كده. مهم. وبرضه مع منتجي الدواجن ومنتجي بيض المائدة واللحوم كانوا برضه في فكرة إن يعملوا تخفيض برضه بنسبة 15%. فطبعا أنا بشكر الدكتور مصطفى مدبولي لسبب مهم، إن هو كان عنده أمانة في إن هو يتكلم عن الأسباب الحقيقية وراء إيه الارتفاع هي دي الأسعار فكرة الشفافية ومصارحة الشعب اللي دايما بالظبط الرئيس كده. بينادي بيها. وبشكره إن هو كان بيقول إن برضو الحكومة كان ليها دور في حاجات إن ممكن تتداركها، زي مثلا إيه الجمارك اللي بتتحط على بعض حاجات مدخلات، رفعوا فهيخفف الجمارك ويخفف الضرائب عشان صحيح يقدر يوصل مع الناس لحل وسطي. لتطبيق واقعي، لأن فعلا يقدر يخفض ال وده حصل اليومين اللي فاتوا، اليومين اللي فاتوا عشان دول في كده بقى الاجتماع في ده. اعلان انه ان شاء الله الايام اللي جايه او ابتداء من الاسبوع اللي جاي في اسعار سلع كتير اسعارها هتبتدي تنزل في هذه هتبتدي تنزل، وده على فكرة في حاليا في العالم كله مستحيل يتعمل في أي مكان، تمام؟ عشان برضو الناس تبقى عارفة، أنت لو فكرت في ألمانيا أو إنجلترا أو أمريكا حتى أن أنت تعمل تخفيض لأي حاجة في التوقيت ده هيكون مستحيل. هم بيلعبوا اللعبة بتاعت رفع نسبة الفايدة في البنوك عشان رؤوس الأموال الساخنة بس، لكن المواطن عندهم ما حدش على فكرة بيفكر فيه هناك نهائي. صحيح. يقول لك أنت تاخد على كد احتياجاتك ودخلك بس، أيوة صحيح. لكن إحنا في مصر هنا عشان الأبعاد الاجتماعية، تمام، فبنفكر ليها قيمتها يعني. طبعا. والحكومة بالإضافة للمشاريع الرهيبة اللي هي داخلة فيها فبتحاول إن هي برضو إيه تخفض قدر الإمكان حتى لو كان على حساب موارد الحكومة. تمام. إذا السؤال القادم اللي هطرحه على حضرتك بعد ما نروح لفاصل هو ذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة واحتفالات مصر باليوبيل الذهبي.